صباح الخير. اليوم الخامس من تسعية الروح القدس اللي عملنا منشوف القديسة مريم يسوع المصلوب من خلال عبادتها، أو خلينا نقول من خلال محبتها ورفقتها للروح القدس. الحب هو الطريق الوحيد لنوصل فيه لأي شيء بالدنيا، كان ربنا أو كان الآخر أو كان حتى الأشياء اللي حوالينا، لأن كل شيء ربنا خلقه، كل شيء ربنا موجود في خليقته، موجود فيه. فبالحب نقدر نتعامل ونكون مع الكل. اليوم القديسة مريم نشوف شو عم بتقولنا. اليوم بتقول التعبد للروح القدس. شو بتقول مريم؟ بتقول رأيت أمامي حمامة، والحمامة دائما بترمز للروح القدس، وفوقها كأس تتدفق كأن في داخلها ينبوعا، كان يتدفق منها يسقي الحمامة ويغسلها. وفي الوقت عينه سمعت صوتا كان يخرج من هذا النور العجيب ويقول إن أردت أن تفتشي عني وتعرفيني وتتبعيني استغيثي بالنور، أي بالروح القدس الذي أنار تلاميذي وينير جميع الشعوب التي تستغيث بي. حقا حقا أقول لك، كل من يستغيث بروح القدس ويطلبني يجدني، وبه يجدني، فيكون ضميره لطيف الحس كزهرة الحقول، وإن كل طالبه إن كان أبا أو أما تكون الطمأنينة في البيت، والطمأنينة تكون في قلبه في هذه الدنيا وفي الآخرة، ولا يموت في الظلمات بل في الطمأنينة. يعني يسوع بيقول للقديسة مريم أي حد بيستغيث بالنور، بيستغيث بالروح القدس، إن كان أب أو إن كان أم، في البيت بتصير الطمأنينة. إحنا في بيوتنا كتير مندور على السلام، كتير منضل خايفين على أولادنا، بدنا إياهم يكونوا بأمان، بدنا إياهم يكونوا بأحسن حال. فهون روح ربنا بيقول للعدل لمريم، يا مريم استغيثي بالروح القدس، استغيثي بالنور. يعني إذا كان اللي الأب في البيت بيكون الروح القدس هو اللي بيرشده وهو اللي بيرافعه، إذا كانت الأم بكل حركاتها الروح القدس هو اللي بيرافقها، البيت في أمان، البيت في اطمئنان، البيت ما بيعتزوش أي إشي، لا مادي ولا روحي ولا جسدي ولا أي إشي، كل إشي بيكون موجود في هالبيت إذا البيت هذا الزوجان أو الأب أو الأم استغاثوا بالروح القدس، استغاثوا بالنور. خلينا إحنا اليوم كمان نتعلم مع مريم زي ما تعلمنا كل يوم، نستغيث بالروح القدس، نستغيث بالنور، علشان يكون في بيتنا طمأنينة، يكون في بيتنا سلام. بيتنا كان بيتنا الداخلي جوا الروح، أو بيتنا الداخلي اللي هو البيت اللي إحنا عايشين فيه، إن كان بيت، إن كان دير، إن كان أي مكان سكنة فيه بيجتمع عيلة، لما بروح القدس بيكون هناك البيت بيكون مليان طمأنينة. صدقوني إحنا عايش مندور على الطمأنينة. والطمأنينة شو هي؟ إنه إحنا ما نخاف، لأن الخوف مكبلنا، الخوف دايما بيخلينا واقفين، الخوف بيخلينا بعاد، الخوف بيخلينا عايشين لحالنا وفي حالنا، الخوف بضيع علينا كتير أشياء من الحياة الحلوة، بضيع علينا نعرف إنه الحياة حلوة، بضيع علينا نعرف ونعيش هالحياة. الخوف بيخلينا دايما نسكت على أشياء كتير بوصلنا من خطية لخطية لخطية. ليه؟ لأنه إحنا مش قادرين نواجه حالنا وخايفين، والشيطان بيزرع فينا الخوف أكتر وأكتر، عم بيزرع فينا الخوف من العالم، عم بيزرع فينا الخوف من الآخر، عم بيزرع فينا الخوف حتى من ربنا. لا، استغيثوا بالنور، استغيثوا بالروح القدس،
وهو بزيح الخوف منكم، بسأله أيها الروح القدس أنا أستغيث فيك، أنا أسلم لك ذاتي زي ما قلنا قبل يومين. صدقوني بتشوفوا قديه الراحة اللي بتفوت عليكم، قديه بيورجيكم قديه إحنا منهول الأمور، منكبرها، منعيش الوهم ومنخاف، منضل عايشين بخوفنا. وهذا اللي بده إياه الشيطان، هذا اللي بده إياه الشيطان، إنه أنا أعيش الخوف عشان ما أقدرش أفكر، ما أقدرش أشوف النور، أضل في الظلام. لا، استغيثوا وأطلب الروح القدس، وخلي الروح القدس هو اللي بنوره شعاع واحد بشيل أكبر ظلم في العالم. صدقوني من تجربة شخصية ومن معرفة في القديسة مريم بواردي، الروح القدس قادر على إنه يكون نوركم وين ما كان. خلينا اليوم بهالنهار نستغيث بالروح القدس، نقول له أيها الروح القدس ألهمني، يا حب الله أفنني في طريق الحق، قدني يا مريم أمي أنظريني، مع يسوع باركيني، من كل شر من كل وهم ومن كل ضلال صونيني. مع الروح القدس بنقول اليوم ونطلب منه إنه تعال نورنا، تعال اشرح لنا، فهمنا، خليك معنا، افتح بصائرنا، افتح قلوبنا، ريح أرواحنا، حرر نفوسنا. احنا مستغيث فيك اليوم، مستغيث بنورك اللي يملأ علينا الدنيا، وخلينا نعيش بحياة حلوة، لأنه الحياة هي الله، بتكون إذا الحياة كانت الله بتكون مليانة بالحب، مليانة بالمحبة، مليانة بالفرح والرجاء والأمل، لأنه الله محبة، الله كل شيء. نهاركم سعيد إن شاء الله يا رب، مليان من أنوار ومن قوة ومن فرح الروح القدس، والله يحميكم ويحمي عائلاتكم، ويكون الروح القدس هو سبيلكم، السبيل الوحيد وسبيلكم الوحيد لتوصلوا ليسوع للملكوت. نهاركم سعيد.